ايضا من الاشياء اللي تدخل في الاجتماع مع الدكتور امين مش بس مهنته كطبيب، دي ارتباطات اللي ما بتكونش دول، لكن انت بتلاقي طبيب بيكتب عن اليوتوبيا زي احمد خالد توفيق، بتلاقي طبيب يكتب عن يشرح المجتمع بمطبعه زي علاء الاسوان، بتلاقي الاطباء بتلاقي شيكوف ابو القصه العالميه اللي كتب روايه وقصه، بتلاقي نفر ساروخ اللي هي كانت في بدايه القرن معروفه طبيبه نفسيه وكانت تكتب من داخل عيادتها النفسيه عن الاشخاص اللي بتقابلهم في العياده النفسيه، عيادتها النفسيه بتكتب. اذا يعني هو اجتمع فيه السيره الذاتيه والرساله الادبيه والرساله الانسانيه. من ضمن الحاجات اللي لفت النظر في رواياته او مصر روايه القفص المفتوح، هو بيقول مسرحيه بس انا افضل ان هي متداخله مصر روايه، يعني هي مسرح فيها روايه. عندما على لسان ميثيلين عندما تقول بفكره تدفق نهر الفرص، هنا الدكتور امين كان يعني شيئا حقيقيا كما قال تدفق نهر الفرص، فعلا هو استفاد من تدفق نهر الفرص، استفاد من الرساله الانسانيه القطبيه التي يمارسها الانسانيه، استفاد من قراءته الفلسفيه. ليه بقى؟ لان انت لما تقرا في القفص المفتوح، يمكن انا كنت اقترحت عليك في البدايه من قراءتها ان احنا نسميها القفص الذهبيه، فقال لي لا انا اريد القفص المفتوح لاني اتكلم عن اهم شيء في حياه الانسان، العقيده. العقيده هي اهم شيء، هي تحرك الانسان يمينا او تحركه يسارا او تحركه في كل اتجاه، تجعله اوبن مايند مفتوح الفكر او تجعله منغلق الفكر، فبالتالي هو ارادها ان تكون قفصا مفتوحا. الحقيقه الروايه رائعه ويتكلم عن قوم اللي هم المحققين اللي هم الفلاسفه اللي كانوا يخرجوا عن العقل ويخرجوا عن الفكر واحيانا يخرجوا عن الدين، يعني كان في مدارس فلسفيه ولكن كان في حريه فكريه، طبعا مش في العصور الوسطى، لان يعني في العصور الوسطى كانوا معلقوا بالمسامير اذا خرجوا عن الافكار، وطبعا احنا عارفين فكره الحضور وعارفين فكره المغارف الكنسيه وعارفين كل الافكار اللي كانت في العصور الوسطى وفي هذه الفتره. ايضا من ضمن الاشياء في القفص المفتوح التأويل، أن نبتدي له الأول، يعني هل سهل أن تعرض قضية كسقوط غرناطة؟ هو كتبها بذكاء، يعني أنا بحيي فيه ذكائه زي ما قال الأستاذ الشافعي، يعني هو فيري سمارت جدا إن هو يقول إيه؟ خروج غرناطة من العروبة أو من العروبية، لكنها كانت سقوط، سقوط مؤلم. من يذهب لإسبانيا أو يذهب لهذه البلاد فيجدهم محتفظين، يعني انا يعني فوجئت وبدهشه، هذا هو مطعم عمر بن الخطاب، هذا هو شارع خالد بن الوليد، اسماء عربيه يمكن احنا كمصريين وكعرب نفعل ماذا؟ بنشيل الاسماء العربيه ونحط اسماء ايه؟ اجنبيه، اسماء فرنجه، ولكن هم يحتفظون بالزوايا العربيه كما هي. وان اختلفت الوظائف، يعني ممكن مثلا يعملوا مناطق مفتوحة للملاهي وهكذا، ولكن نحتفظ بالاسم، يعني هذا برضو مهم جدا. برضو تصوره للسلطة، يعني هياش بالمسألة السهلة ان هو يتداخل في هذه الرواية او المصري وهو يتكلم عن القصور وعن السلطة وعن السلطة الأبوية والأموية، هذه السلطوية والديكتاتورية اللي كانت موجودة في هذه العصور من خلال طبقة الحكم، الحكم المطلق، الحكم المطلق الذي تكلم عنه اللي احنا بنسميه بقى في علم الاجتماع السياسي يا استاذ شافعي الرجال الياقات البيضاء او الياقات البيضاء اللي هم رجال الدوله التنفيذيين بقى، القضاء والمش عارف المفتشين والشرطه والكلام ده والحرس، وبرده الطبقه الفنيه اللي هم رجال الاعمال والاغنياء. هذا التقسيم الطبقي في روايه القفص المفتوح يدل على علم الثقافة، علم الفلسفة، عنده محبة انه يبحث، يعني في روائي مثلا يكتب رواية احنا نذهب لمناقشات، ولكن طبعا احنا مش مصورين زي الأستاذ الشرعي في الدكتور اليوم، فنلاقي مثلا روائي يتكلم عن بلاط الحكم، أشياء كده بعيدة، ليست هي منطقية، وليست هي اللي حدثت بالفعل، ولا يربطها بالتاريخ،
الربط هنا ربط روائي مهم جدا، الربط الروائي انا ارى يعني وبحذق شديد ومهاره موجوده عند دكتور امير في صفحات 8 وصفحات 20 وصفحات 31، عندما يعني يتكلم عن مجموعه الشعب، يتكلم عن الملك، يتكلم عن الامراء، عن خدم الملكه، عن خدم الامراء، عن هذا ده مش حشو في الروايه ولا تطوير ولا حساب، ولكن هو توضيح لازم الفكره تبقى واضحه. الحقيقه ان طبعا استاذه نوال بتبصي بس هم كلهم اتكلموا، فلازم انا يعني اقدم اي شيء للكتابه الروائيه دي اهم حاجه. واقول في النهايه ان الحظ يلعب لعبته. ليه بقى؟ لان من الممكن ان يكون الروائي كارثه هائله جدا، يعني جميعنا انا مش هقول اسماء طبعا. في اسماء كتبت وحولت اعمالهم لدراما وبعد ذلك انتصرت كل شيء. لكن في اسماء برزت، يعني احنا عندنا فتحي غامدي لما كتب ثلاثيه الافيات، لو قرات الافيات قراءه حقيقيه لما قلت عن ثلاثيه نجيب محفوظ ابدا، مش بقول كده يعني. فتحي غانم يمكن انا كنت من المحفوظات ان جيلي كان بيقرا فتحي غانم واسماعيل وليد لما كنت كتاب الروايه واحسان عبد القدوس كانوا بيكتبوا اعمده في جرائد وفي مجلات اسبوعيه، فكنا بنتابع العمل قبل يعني كل الجيل الجديد بيشوفه دراما، انا كنت بتابعه قراءه. فلذلك تتنقل الاعين ما بين القراءه واللغه والحبكه والاحداث، فده كله طبعا بيفيد الكاتب. والحقيقه ده كله انا شفته في شغل الدكتور امير، وانا الحقيقه سعيده بوجودي لسبب ان انا من عيله طبيه، مش هتبقى مجروحه قوي يعني، لان طبعا انا بنتمي برضه معظم اهلي اشتغلوا في مجال الطب. ولكن انا عايزه اقول حاجه لطيفه كده في النهايه، يعني ان انا عملت ديوان شعر. ده قدمت الديوان لروح امي، يعني اردت ان اقدم شيء غير تقليدي للذاكره الاجنبيه. واخترت قصيده من القصائد اسمها نسك الختان. اكتب فيها عن امي، ما اراهم في امي كلنا هنا امهاتنا اراهم اعظم النساء يعني. ف بعد ما كتبت الديوان جهزته للطبع، اختي طبيبه وعميله تعمل عميله لاحد المعاهد هي ده يعني مسجل للاطباء والله. ومن فضل قراءتها وثقافتها مش عشان هي اختي، قالت لي بلاش العنوان ده. انا استغربت جدا في شقاها باسم الختان، يعني كلنا لنا عقيده ولنا فكر، فما بالنا باسم كلنا ندعو باسم الختان يعني نفس فقالت لي انه عنوان مغري جدا. انت عندك قصيده، يوجد قصيده في الديوان اسمها وجهان لامراه واحده، وهذا هو المعنى ان الام والابن هم وجهان لامراه. سبحان الله، فكان الفوز باسم الديوان او لقب الديوان في معرض الكتاب. انا عايزه اقول مش معنى انه طبيب، يعني في ناس في نقاد وانا اعرفه بالاسم. هذا طبيب لماذا يكتب في الادب؟ هذا مهندس لماذا يكتب؟ احنا ناقصين مش هناكل عيش، يعني هي دي التعبيرات والله اللي فطبعا يعني قد يكون الطبيب عنده حذر وعنده بدايه وعنده فن ما لا يقبل غيره. وانا اوتي الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا، اشرف بوجودي بينكم واسف اذا كنت اضمت، ولكن هذه الشحنه الشعوريه بكتابات امير شبر هي اللي اوجدتني عن هذه المنصه الشريفه. يعني عايزه اقول ان ربطه الادب الاسلامي من الاشياء اللي انا ابكي وفرحت جدا بدخولي رابطه الادب الاسلامي، بل سعيت كثيرا من اجل ان اكون في هذه الرابطه، لانها لاجلاء ثم اجلاء ثم اعزاء يمتلكون نصيه اللغه ويمتلكون الرساله الاسلاميه والرساله الانسانيه. فنحن نشرف اليوم بالوجود. كنت اتمنى على الله ان يكون الشاعر الروحي لنا والاديب الروحي لنا والاب المثالي في كل شيء الدكتور صابر عبد الدين، نسال الله ان يمن عليه بالشفاء العاجل ان شاء الله باذن الله، اللهم شفاء عاجلا لا يبادر شفاء، لا يبادر سقط. فالحقيقه ان احنا كنا نسال الله ان يكون بيننا هنا لكي نكون اكثر حظا بوجوده، ولكن تكفي هذه المنارات الموجوده بين الدروس، وتكفي هذه المناره الكبيره المنصه التي شرفت بها، وارجو ان اتعلم منكم كثيرا. شكرا جزيلا.
شكرا للدكتورة مرام فؤاد، فهي طبعا موقعة ولها مكانتها في عالم الأحوال التعاطف العامة. يعني الحقيقة برضو أوضحت جوانب، يعني كل أديب أو كل نقد قد ما هو ليه مختلفة، فكيف تكون مختلفة عن الآخر؟ إن شاء الله الأولى طبعا دكتور أمير الشيخ، وإن شاء الله يبقى معنا في الرابطة ونعمل له عملية عموما.